هذا البرنامج برعاية أو تطبيق المدار، هتلقى فيه كل الباقات. مع توري امسح واربح. توري، نظافة بتشوفي حالك فيها. مع نورة بغسيلك ديما مبهورة. لم نخلق في الحياة عبثا، بل خلقنا ليكون لنا دورا فيها. اختار الله لنا طريقا لنمشي فيه حتى نصل لأهدافنا، وحتى نظفر بما قسم لنا من نصيب فيها. نحن لا نسأل عن الهيئة التي خلقنا عليها، ولكن نتدبر في خلق الله ونرضى. مؤنس. نعم. أول حاجة أنا مبسوط أنني تلاقيت بيك اليوم. سالم. نبيك تعرف الناس عليك، شنو اسمك، كم عمرك، وين تقرأ؟ مونس، وعمري 9 سنين، أقرأ في نخبة الاعتماد. تقرأ في مدرسة نخبة الاعتماد اللي هي هي المدرسة ولا لا؟ صح. صف كم تقرأ؟ صف تاني. صف تاني؟ خاص تالت. تاني خاش التالت. شاطر شاطر في قرايتك؟ سالم. باشن أشطر حاجة فيها؟ حساب. بعلاش الحساب بالذات؟ حط الإيدي يولي مهندس مهندستي. تولي مهندس؟ إيه. مهندس شني؟ مهندس طرسي. تحب هلبة بابا؟ إيه صح. ها؟ إيه. أنت تو تقرأ في صف تاني ولا لا؟ إيه صح. وأنت عمرك قداش؟ 9 سنين. عمرك 9 سنين. أنت مفروض تو في الصف الرابع. إيه. الصف الرابع. تأخرت معناها سنتين ولا لا؟ شو كنت تدير في السنتين؟ كنت تعاني عندك مشكلة في رجليك؟ دي علاج طبيعي. تاخذ في علاج طبيعي؟ ايه. هو هذه من الولادة؟ ايه. من الولادة؟ ايه حتى الناس تحلس الزمان. يعني حالتك تو تحسنت على زمان؟ ايه. زمان شن كانت؟ نحن الناس تحلت. ما تقدرش تتحرك؟ ايه. وهذه قداش كان عمرك لما كنت بتتحركش في عمرك سنتين وثلاث سنين واربعة ولا لعند أمتى حسيت روحك بديت تعرف تتحرك؟ لسه لها حتى أنا أتدتل. أنت شيني؟ أتدتل. معاش تتذكر لأنك صغير. إيه. وبعدها قريت سنة أولى قبل ما تخش المدرسة كنت تدير في علاج طبيعي. وهذا كان متعب العلاج الطبيعي، صعب شوية بالنسبة ليكو؟ صعب السويتات. كيف تراش نحكي لي عليه، قصدي كيف العلاج الطبيعي شو اللي يصير؟ دلتولي في إزية. حتى تتحسن بزي.
يعني انت كنت بتمشيش في البداية؟ اي لا لا بتتحركش؟ لا كنت تمشي تطيح. تمشي وتطيح. تمشي وتطيح. ايوه ابتديت اجلس طبيعي، تحسنت شوية. تحسنت شوية. بدأت امشي تحس. تمشي توا خلاص بدك تمشي المدرسة وامورك تمام في المدرسة. صح. ان شاء الله بهكي مع العلاج وكذا حتبدا افضل، تبدا تجري جري. احكي لي عن المدرسه متاعك، شنو فيها المدرسه؟ اصحابها؟ اصحابي يحبوني. واحد طلع كمان في المدرسه يحبوك اصحابها؟ ديما ساعد فيهم وما ساعد فيا. بؤنس انت علاش تشوف في روحك بطل؟ بطل لانك شنو تحديت صعوبات في الحياه؟ شنو اللي تحديت؟ هذا حاجه تحديت بالعالم. البهازات زي شنو؟ زي أثناء بابا مات أنا بتحت السوء وأمي ماتت أنا بتحت سيحادية وصعوبات. هذه الصعوبات صعوبات نفسية، ربي يرحمهم إن شاء الله. إن شاء الله تلاقوا مع بعض، تلاقوا معهم في الجنة. وبابا قصدي هو اللي مهندس ولا لا؟ متعلق بيها البا أنت؟ لكن انت كنت ترضي ابوك تبي تبدا شاطر في قرايتك ولا لا؟ وقلت لي بتساعد الناس. علاش تحب تساعد الناس يا مؤنس؟ دير في السجل يا بابا. علاش يساعد الناس؟ شنو الحاجه اللي يحصلها الواحد لما يساعد الناس؟ سجل. ها؟ الجنه؟ في الجنه. شنو اكثر الصعوبات تواجه فيك في الحياه؟ حاجه صعبه هيك انت تتمنى هيك تغيرها. نقولوا مثلا في البلاد في الحياه في العموم اكثر حاجه تضايق ولا حاجه؟ ولا حاجه. يعني انت تو الامور ماشيه تمام الحمد لله؟ الحمد لله. الحمد لله شنو؟ اموري كلها الحمد لله. الحمد لله على شنو؟ الحمد لله ربي يلا اعطاني حاجه. ربي اعطاني حاجه. ايوه. شنو اعطاك حاجه ربي؟ شن هي؟ إزاي تتحسن الله. من أكثر حد تعب معك بش وصلت المرحلة هي؟ خواتي والبنات. كان عندك مصباح السحري، تعرف المصباح السحري؟ إيه. مصباح؟ إيه. يطلع لك المارد، عرفت المارد؟ يقول لك نبي ثلاث أمنيات، بس عندك ثلاث أمنيات، شن هي الأمنية الأولى؟ دولي صوتنا اللي أستاذ أفتاح. باي الثانية؟ أنا أدي تساعد أخواتي كل شيء. تساعد أخواتي كل شيء. مؤنس لما تروح من المدرسة شنو تدير؟ شنو النشاطات اللي تدير؟ شنو الهوايات اللي تحبها؟ ألعب في كورة. تلعب في كورة. وساعد الزانة حصلت. أكثر حاجة تحبها الألعاب، شنو الألعاب تلعب فيها؟ لودو وحلبة هذا. كيف يلعبوا فيها اللودو؟ عندك تليفون؟ إيه. عندك تليفون؟ عندي تليفون أختي. تعطي فيكو؟ أعطي فيها. تو احنا قاعدين في المدرسة، شو رأيك هيك تدهورني في المدرسة توريني الفصل متاعك وين؟ تفضل. مدرستك باهي؟ عادي تفضل. يا مؤنس ما شاء الله المدرسة قصدي عجبتني هذه. ديما جيها أنت؟ ديما كل يوم. يا مؤنس أنا سعيد أني تعرفت عليك. أنا أسعد. تعرفت علي طفل مؤدب زيك أنت، طفل ذكي، نعتبرك بطل أنا عشان أنت هكي بطل وشاب حلو هكي أنيق هكي. حبيت هكي نجيب لك حاجة، حاجة بسيطة ان شاء الله تعجبك هي. باهي تعال. ان شاء الله ما عندكش زيها، هذه اول حاجه. باهي قول شنو هي حاجتنا. طبعا انت تحب تلبس اول لبسه واني لا نبيك نلبسوا حاجه شوفوها قبل بعدين نحكوا عليها. باهي لبسها قلبي.
لبسة شيني؟ عربية. من قال لك لبسة عربية؟ صح لبسة عربية. شوفها باينة. قولي شو رأيك؟ حلو. حلوة. حلوة. شو رأيك فيه اللون؟ حلو. عجبني. هذه لبسة العيد تذكرنا بها. صح. ايه. فعلا. شو رأيك اللون المفضل هذا عندك؟ ايه. فرحان بيه والفرحت بيه ولا لا؟ فرحت. ايه. ومعاه شيني هذا؟ صنة. هذه الصنة. هذه الصنة بتبخ بيها شيني؟ بحها أنت أطلع. ايه. هذه أول يوم العيد. إن شاء الله ديما كل عام وأنت بخير. هاي. باهي. فعلا. إن شاء الله حبيبي. هذه بتلبسها ولا لا؟ بس هي أول يوم عزمني. يا ودي يقول لك حاجة مش خسارة فيك أنت. والله ما خسارة فيك. فروج جبنا لك محل تام تلبس. هو في أحلى منك أنت يلبس اللبس العربية تبان عليه حلوة كزيك. تبان عليه اللبسة طالعة حلوة. باهي. هذه حاجة. الحاجة الثانية في حاجة قول لي أنت شنو تتوقع هاي؟ هذا تليفون شنو؟ ستون. هذا التليفون عجبك؟ ايه. ستون عمي. تي يا ودي والله تستاهل أكثر من هكي أنت. ها؟ هذا تليفون جالكسي شيني اي 23 صح ولا لا؟ هذا شو بتدير به هذا؟ تدور تسه تلعب به انت بروحك، حط فيه برامج تستفيد بها، وهذه السماعات ايه، وحتى الكفر انا نعرفك تحب اللون الازرق، عشان هيك جبت لك اللبسه باللون الازرق والكفر لونه ازرق. باهي باهي شكرا. انت عفوا يا مؤنس تستاهل اكثر من هيك، هذه حاجه بسيطه ليك انت نشجعوك بها لانك انت بطل ما استسلمتش للمرض، شاطر في دراستك، طالب متفوق، عندك طموح، بتولي مهندس، صح ولا لا؟ احنا بنشجعوك لانك انت تستمر ونبوك شني تجري جري. بالنسبة لرجلك والعلاج الطبيعي هذه أهم حاجة، انت تستمر ما توقفش ما توقفش. باهي اليوم بإذن الله حنمشي أنا وياك المركز المناهل للعلاج الطبيعي الدكتور عبد الرحمن الكيش، بإذن الله حيتولى موضوع رجليك والعلاج الطبيعي، وبإذن الله أنا متأكد أنك أنت السنة الجاية مش تبدأ تمشي بس على رجليك، تبدأ تجري جري. أقل حاجة نقدر نقدمها لك أنك تستاهل أكثر منك. قصدي أهم حاجة شني في دماغك، حط في بالك أنك أنت تبي تمشي توا تمشي ما تستسلمش. باهي. وبإذن الله نمشي للدكتور ويشوف مرات يبدأ فيها مثلا تبي شوية علاج تبي كذا، هذا من أفضل الدكاترة. نمشوا له أمورك بإذن الله تكون عالي العال. سعيد إني تعرفت عليك. باهي ربي يحفظك. دكتور عبد الرحمن اهلا وسهلا بك، كيف حالك؟ ديما نتعبوا فيك معنا. لا 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 بالعكس، انا في خدمه الاطفال. واليوم جايب لك بطل جميل اسمه مؤنس. مؤنس قديش عمرك مؤنس؟ تسع سنوات. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. انا اللي فهمته انك عندك صارت لك ضمور في المخ وصار لك فشل جزئي في الغده النخاميه، هو اللي مسبب لك التاخر الحركي هذا، ما مشيتش بكري، ما تحركتش بكري، لكن الحمد لله انت درت علاج طبيعي كويس. اكتشفوا اهل المرض في عمر 7 شهور. ايه ايه هو كان عنده نقص اكسجين. هذا هو التاخر اللي نقصده. أيوه. فيه التاخر الحركي. شنو هو؟ ان الطفل في عمر 4 شهور 5 شهور يبدا يقدر يشد الجذع الرقبه بتاعته، مع عمر 6 شهور 7 شهور يعني يبدا يمرد، الطفل ما مردش، وصل 9 شهور 10 شهور ما باش يوقف، هذا يسموه فيه التأخر الحركي. لكن ذكي ما شاء الله، متفوق في دراسته وذكي، بدأت في الحاجات الإلكترونية والحساب، بدأت الحساب شاطر فيه.
الله نشوفكم معنا منتظم معنا في مركزنا. أنا الدكتور عبد الرحمن الكيش، أنا استشاري جراحة مخ وأعصاب ومتخصص في جراحات الشلل الدماغي واضطرابات الحركة، يعني حالتك أنت أنا متخصص فيها، وهذا مركزنا مركز المناهل من المراكز اللي متخصصة في العلاج الطبيعي للأطفال. عندنا كل التخصصات هنا، عندنا العلاج المائي، عندنا تقوية العضلات، عندنا تدريبات المهارية، عندنا العلاج الوظيفي، أنت تحتاج حتى علاج وظيفي، فهمتني ولا؟ إن شاء الله تخضع لعلاج، يعني جلسات علاج طبيعي وبرنامج وعلاج ما إن شاء الله تخضع له ونديره برنامج مكثف لك بعون الله. عندنا أخصائيين هنا ممتازين جدا، وني حنشرف على علاجك معهم هنا، وحنتكفلوا هنا كمركز حنتكفلوا بعلاجك من الألف للياء إن شاء الله في العلاج الطبيعي. متفقين؟ متفقين. سلم مرة ثانية يدي، ما شاء الله عليك. كلما اشتدت من حولنا فرجت بأمره سبحانه وتعالى. قد نفقد شيئا عزيزا علينا ونعتقد أن الحياة تنتهي بغيابه عنا، ولكن رحمة الله وسعت كل شيء. في كل يوم نعيشه من أيامنا هو يوم جديد بكل تفاصيله وأحداثه، وسيكون كفيلا بأن نعتاد الغياب ونألف المعتاد ونتلذذ بمحبة وعطف أقرب الأحباب والأصحاب.